أداء الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي وأيضا على مدى الربع الأول من هذا العام. بداية من المؤشرات الأمريكية والتي سجلت أول تراجع ربعي منذ بداية جائحة كورونا في العام 2020، منذ الربع الأول من العام 2020، وبالتالي سجلنا تراجعات سواء بالنسبة للأس أن بي داو جونز أو حتى الناسداك. التراجعات الأكبر كانت بالنسبة للناسداك بشكل ربعي، تراجع بأكثر من 9%. أما بالنسبة لأداء شهر مارس كان لدينا مكاسب ب 3.6% تقريبا بالنسبة للأس أن بي 500، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للناسداك. أبرز العوامل التي أثرت كانت علينا بداية كانت ارتفاعات أسعار النفط، لأنه شاهدنا أسعار النفط تصل لمستويات هي الأعلى منذ العام 2008، وبالتالي هي أضافت إلى المخاوف التضخمية، وكان لدينا نيجاتيف كوريليشن ما بين ارتفاعات أسعار النفط وما بين أداء أسواق الأسهم. من ناحية أخرى كان لدينا عامل الفيدرالي الأمريكي والحديث عن 6 عمليات لرفع معدلات الفائدة خلال هذا العام. الأسواق تسعر بأنه على الأقل في مرتين أو في اجتماعين قادمين سيكون لدينا رفع ب 50 نقطة أساس وليس ب 25 نقطة أساس. الأبرز هو كان ما شهدناه من تقريبا منتصف شهر فبراير والحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت من آفاق النمو الاقتصادي العالمي مع زيادة الضغوط التضخمية بسبب ارتفاعات ليس فقط أسعار النفط والغاز ولكن مجموعة واسعة من السلع الزراعية. لا ننسى بأن أوكرانيا وأيضا روسيا مجتمعتين يقومان بإنتاج تقريبا 40% من القمح العالمي، وبالتالي جزء كبير من هذه الموارد والتي تعرض إلى تراجع في مواردها تزيد من البيئة التضخمية لأن ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية. الذرة، القمح، حتى بالنسبة لبعض أنواع الزيوت كلها شهدت ارتفاعات قياسية. أسعار المعادن الأساسية أيضا كذلك الأمر، الألمنيوم، بعض المعادن الأخرى مثل البلاديوم والبلاتينيوم وصلت لمستويات قياسية، وبالتالي هذه البيئة التضخمية أثارت حفيظة المستثمر وبدأ يسعر ما كان ما يعرف بالستاكفليشن أو الركود التضخمي. كان لدينا أيضا انعكاس على منحنى العائد، بدأ بالفرق ما بين سندات ال35 عاما، وثم بدأنا نشهده في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا ما بين سندات السنتين وال10 سنوات. الانعكاس ما بين السنتين وال10 سنوات هو الأول منذ العام 2019. تاريخيا هو ينبئ بأنه سيكون لدينا ركود اقتصادي، ولكن تحدثنا بأن سوق السندات لم يعد قادرا على التنبؤ بالآفاق الاقتصادية وبإعطاء إشارة حول الركود الاقتصادي بسبب تدخل الفيدرالي فيه على مدار السنوات الماضية من خلال برامج شراء الأصول والتي كانت تهدف إلى تخفيض العائد إلى مستويات دنيا، وبالتالي هذا غير من ديناميكية عمل سوق السندات. ولا يمكن الحديث اليوم بالفعل على أن سوق السندات ينبئ بركود اقتصادي، قد يكون لدينا اختلاف في الرأي حول ما الذي يعني هذا الانفيرجن. إذن كانت هذه أبرز الملفات التي تابعناها في الولايات المتحدة الأمريكية، نفسها ينطبق أيضا على المؤشرات الأوروبية وما تابعناه في أوروبا، باستثناء حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي هو لا يزال إلى حد كبير متساهل في السياسة النقدية، لأن كريستين لاغارد استبعدت فكرة أن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة هذا العام، وتحديدا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أضافت الكثير من الضغوط إلى الاقتصاد الأوروبي. ولكن بالنسبة لسوق السندات الأوروبية كان لدينا تسعير للمزيد من رفع معدلات الفائدة، وهذا ما انعكس على عوائد سندات البنشمارك الأوروبية، وتحديدا نحن هنا نتحدث عن الألمانية طبعا، والتي ارتفعت، وبالتالي المستثمر اليوم يسعر بأن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بفعل ارتفاع التضخم، بينما البنك المركزي الأوروبي حتى الآن يستبعد ذلك. هل سيكون لدينا إغلاق لهذه الفجوة في التوقعات؟ علينا أن ننتظر الاجتماعات القادمة حتى نعرف، ولكن هذا هو الأداء الشهري سواء بالنسبة للستوك 600 أو حتى للفوتسي 100. لاحظوا أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية كانت واضحة معنا بشكل أكبر في الأداء الربعي وهذه التراجعات التي كنا قد شهدناها. بالإضافة إلى هذا الملف كان لدينا طبعا ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتي زادت بشكل كبير من الضغوط التضخمية. التضخم في أوروبا اليوم كما حاله في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هو عند المستويات الأعلى في عقود، ولكن الضغوط
الضغوط على المركز الأوروبي مختلفة، لأنه عليه أيضا أن يعني يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي، وخصوصا بأن الاقتصاد الأوروبي يخرج كما حال بقية العالم من جائحة كورونا. أما بالنسبة لأسواق السلع وأداء السلع، بداية من النفط، كان لدينا ارتفاعات في الربع الماضي ب 30%، طبعا بفعل تسعير نقص وتراجع الإمدادات الروسية، ليس فقط بسبب يعني لم يكن لدينا عقوبات حرفية مباشرة على النفط الروسي، كان لدينا حظر لاستيراد النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لم نشهد هذا من قبل الأوروبيين لأنه لدينا اعتماد أكبر من الأوروبيين دون خيارات alternatives، يعني بدون يعني خيارات أخرى بالنسبة للمنطقة الأوروبية. ولكن عمليا اليوم وما شهدناه خلال الربع الأول بأن المشترين كانوا يبتعدون عن النفط الروسي خوفا من أن يكون هناك في المستقبل أي عقوبات، وبالتالي أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط الروسي خرجت من السوق. هذا الأمر ساعد بارتفاعات أسعار النفط. أوبك بلس حافظت على الزيادة التدريجية لمستويات الإنتاج. من جهة أخرى كان لدينا تراجعات في المخزونات الأمريكية، وهذه البيئة التي تعطي وتعطي مؤشرات أنه لدينا ما يعرف بالستركتشرال ديفيسيت، يعني عجز هيكلي في الموارد النفطية في السوق، أعطت الدعم بالنسبة لأسعار النفط. الخوف الوحيد الآن في هذه الأثناء هو الوضع في الصين، لأنه شنغهاي وهي التي يسكنها أكثر من 26 مليون شخص تحت الحجر الصحي والإغلاق الاقتصادي، وبالتالي هذا سيؤثر على آفاق الطلب الصيني على النفط، وبالتالي سيؤثر على مستقبل الأسعار. بالإضافة لذلك، وخلال الأسبوع الماضي شهدنا هذه التراجعات تحديدا على برنت وعلى WTI بفعل حديث الإدارة الأمريكية عن نيتها الإفراج عن أكثر من 1 مليون برميل يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية أو SPRs على مدى الأشهر القادمة. هذا تقريبا سيكون يعني عم نتحدث عن مستويات 180 مليون برميل، وهي مستويات قياسية أثرت على الأسعار. هل هذا التأثير سيكون طويل الأجل؟ لا نتوقع ذلك، لأنه 1 مليون برميل يوميا من الإفراج الأمريكي، بينما لدينا نقص من روسيا فقط ب 3 مليون برميل يوميا. وأوبك بلس كما تحدثنا، وهي التي لديها يعني تحديدا السعودية والإمارات، هي الوحيدتان التي تملك القدرة الإنتاجية الفائضة، وبالتالي لا نتوقع بأن هذه التراجعات ستكون مستمرة معنا خلال الفترة القادمة، إلا إذا بدأنا نشهد بيانات اقتصادية ضعيفة جدا من الصين تعطي إشارات أن وضع كورونا بدأ يؤثر فعليا على المستوردات الصينية. طبعا هذه كانت إذن أبرز الملفات التي تابعناها في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية.